هنحط المشروم ونحط معاه شويه ثوم. بألف هنا خلينا على الفطار. ماشي، نحط معاهم كرفس مع الثوم وطبعا شويه الملح. كل ده في معلومه كمان، ان المشروم المعلب بيستوي بسرعه، يعني ما بياخدش سوا خالص زي الفريش. الفريش ممكن ياخد سوا، والتاني طبعا بيقولوا ما بيتغسلش. لا بيتغسل وبيتنشف كويس قوي. الو، مع التقليب المستمر عشان ما يكلكعش. طبعا الشوربه لو وجدت يعني يكون كويسه، لو ما فيش بنحط بهار اللي هي المرقه البودر، بنحط معلقه صغيره جدا ونقلب لحد ما الخليط يتقل معايا. كل ما يتقل شويه ازوده لحد الماده السائله اللي هي الحليب دي يكون متوسط في القوام.